هاي رايحين نشتري لهم اواعي للشتويه جواكيت وشغلات. عبد الله قال هيفي وينها هيفي؟ اي قال معاهم كلبين كتير حلوين. اوه كلاب كبار، خلينا نشوفهم. يا عمري ما احلاهم. والله راح وقفوا هنيك على اول ومشي من هون، كان صورتهم مو جاي مني امشي لعندهم. ايه عندهم اثنين. يلا خلينا نروح على الدكان على المحل. يلا هيلين، هيلين قالت لي استنيني هون. شو رح تعمل هيلين؟ هيلين هيلين عملت حالها ما ماني كان. وصلنا على المحل حتى نشتري لهم اواعي للشتويه. فرجيني هاد هيلين، والله حلو، حلو كتير. واه شو حلوين هدول، والله حلوين. شو هيلين نبر، تعرفوا انه هيلين لابسه تي شورتي؟ صايره تلبس اواعي ما شاء الله عليها كبرانه. شوفوا هدول شو حلوين، تخفيضات بتجنن. لك والله العظيم بجننوا هدول. لعمر ليليان اكثر شيء. شو هيلين نيفر؟ واو فرجيني الجاكيت بكالون اسود في ليش؟ اه سياحه. كنت رح اوقع. ليليان بدها اياني اشتري لها هدول هدول اثنين، رح اخذ لها اثنين لليليان مثل ما بدها. عن جد لازمها اواعي لليانو. بلكي يا ام ما بعرف رح شو عم تقلي، يمكن هدول بعمري. رح شوف انا، رح شوف ماما. لا تجربي ايلين عم تجرب هذا الجاكيت. هيفي حبيتي هداك اللي بايديكي؟ ما بعرف سانكي كوتشيك. هيلين والله صغير عليكي، صغير ها كوتشيكتر. ليليان حط شو اسمه، اخذت لها هدوك الطقمين هيك للبيت. بدي اخذ لها جاكيت كمان ان شاء الله. شو هاد ناس؟ اي ولاد كمان عم يختار اواعي لإله. عم يقول لي ماما شوفي شو هاد هيبي، فرجيني. قال ماني مرتاحه فيه، خلص اشلحيه. التوأم اي هن اختاروا هدول، بدي اخذ لهم. تمام ليليان، ليليان سبحان الله مختاره هاد والله العظيم من نفس قياسها ما شاء الله تبارك الرحمن، كثير حلو. شو اليوم ليليان عم تتسوق على كيفها، عم تختار كمان ابواط. ليليان سونرا سونرا جنن. بعدين هيفي، هيفي عم تقول الكمام تبعه طويله، يا ضيق يا الكمام طويله، بس والله حلو جزيل درا. شو ليليان، ليليان بدها هذا الفستان؟ مو اي تضربني كمان، لك مو وقت الفستان يا دبه، مو وقت الفستان. عم تضربني يا براك، عيب. شو هيبي والله حلو، حط الطاقية شفكة. اي باك باك والله حلو مع الطاقية، طلع بجنن. لا كمان هو الثاني حامل لي بوط، بدي ياني اشتري له. نهي ليليان تمام قزم، خلاص اشتري تمام. حطيه على ال حطيه عند المرة. عبد الله فرجيني البوت بكل. قلي هيفي بدك هذا الجاكيت يعني؟ والله انا ما حاببته كثير، ماني حاببته كثير. شو رايك ناخذك على محل ثاني؟ تمام تمام. ليليان ليليان ما حابه هذا المونت. شو والله حلو، شوفوا شو ما احلاه ليليان. شو كوزي والله حلو. وصيت لهيفي على كنزه هيك من تبعات الباربي. نولموش لسه ما اشتريناها، خربتيها. هيلين اشترينا لك هذاك اليوم كنزة باربي، ووصيت لك على كنزتين. خدي لك بيجامة صادجة، بيجامة هيلين والله حلوة هاي البيجامة كتير. لو هاي الخط بامبا رح يكون أحلى، بويشيل لو الخط هذا يعني زهري. يلا رح نحاسب وناخذ الاغراض اللي لقيناهم، بعدين بنروح على محل ثاني. تمام اشتري لك بوط. نه مين خديج لوين هلا؟ وين السواكيكي؟ قدام ولا هون؟
اجى جوزي كمان لحقنا جمال. خلينا نحط هدول الكيس، هذا الكيس بالعرباي بالسيارة قصدي، ورح نروح على المحل الثاني. لساني صاير يعلق يا جماعة. ولات جيل جيل ولات، فاتوا على العرف، فاتوا على السيارة الولاد. هادين هادين لنروح على المحل الثاني. تشو كلار هيفي هيفي عم تركض ركض. شوفوا هدول القطط الصغار مع احلام ما شاء الله تبارك الرحمن، هن وامهم. عبد الله جناح جناح يا عمري، هربوا من ابني الصغير عبد الله، هربوا من عبد الله. عبد الله هذا يعني مأذي، كان رح ياكل القطه، قال قال بدي اكل القطه اليوم، لبستهم عكس بعض. عم نمشي قربنا على المحل بدنا نروح عليه كمان. هون بدي اخذ وحده لعبد الله وحده لولات قريبا ان شاء الله. ليلي ليليان عم تركض، اي عم نتسوق انا والولاد. الدكان كان مسكر على حظهم، رايحين على الدكان الثاني اللي هلا مرقنا من جنبه ما فتنا. والله هون في اواعي شتويه حلوه، هلا مرقنا من هون ما دخلنا. هاي المره صاحبه المحل يعني كم مره متخانقه معاها انا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نشوف الجواكيت اللي نازلة عندهم. قزلر هيبي هيلين، يا شفنا الجواكيت اللي هيلي هيبي كانت شايفتهم بالانترنت. واو كنت شايفتهم بترنديون، فسبحان الله اجينا لهون. افندم عن نجم هانكي ستيرسون هيلين قلبك. هيلين كمان ألماني مرتاحة فيه، هلا رح يعطيها لهيلين واحد تاني. هاد كمان عجبني كتير لهيلين، جربي دنا بنجا جرك. ليليان ليليان ما بدها جواكيت الطويلة، والله كتير عجبني. ليليان بربك ليلي ليليان رح تشق الجاكيت. ما اشترينا للولاد جواكيت وشغلات للشتاء، جبناهم لهون لحتى يتسوقوا، لسه السوق فاتح والولاد بدهم يانا نشتري لهم طعموك شكر. الولاد الريحة بتشهي القلب والله. لا طالعي صوت عم يركبون للولاد فيها. عبد الله ولات وليليان ولا عبد الله ولا ليليان باي مشغلين اياها. حلوة اجواء الليل وهيك شغلات والله. يا عمري هديك المرة كمان جبناهم وصورنا فلوج. ها حطينا ليليان وعبد الله ولات بهاي كمان. هاي كمان موجودة بنفس المكان مؤقتة. ليليان فقنا اليوم الصبح على الطلبات تبع البنات اللي وصوهم من الموقع، الموقع التركي ترنديول. كنا موصين على شغلات للشتوي للبنات، كنزات بواط، وصلوا النص وبعتقد لسه في يعني كم غرض. هيفي هيلي بشره نفتحه يلا. هاي يمكن اناني موي كانوا موصين عليها، كبار كتير على فكره. ليليان شو عم تشربي؟ اجمع بيس افتحوها لشوف. واو احجام عائليه هاي توك بيوك ما شاء الله، شو كبار الاناني. كنت حاطه زيت على شعرهم امبارح بالليل مشان حممهم اليوم. شو واو شو كبيره هيلي. هلا هلا بالضبط شو اسمها مطعوجه والله. ثواني اوه احجام عائليه ما شاء الله، اناني المي شو كبار عن جد؟ فرجينا عارفين بقلبها ستيكرات هدايا. توكيزن فرجيني هيفي. طلعوا نفس الشيء على فكره، كنا موصين على اساس شيء مختلف، طلعوا نفس الشيء. يلا عادي طلع لهم كمان ستيكرات بدهم يلزقوهم على الاناني. هدول بواط قط قط هيلي، هدول بواط للبنات. عبد الله عم ينق عليه مشان لبسوا البوط. وهدول البواط تبع البنات كمان.
هاي لإلي أنا. هاي وصيت عليها لإلي، فرجيني إياها. خفيفة هيك ظريفة، حبيتها والله، جزالها. يلا بسم الله، افتحوا البواط تبعكم. كتير حبوا يوصوا من الموقع هذا، والله كتير رخيص وشغلاته كتير حلوة. واو هاتي هاتي، هيبي شو حلو عليه. افتحي لشوف شو هاد. هيبي انت افتحي هذا الكيس. اتش شفتوا البواط ما احلاهم، كل واحدة وصيت لها من هاد، كتير حلو والله العظيم. شو واو شو حلو. هاي تي شيرت هيبي اللي وصيناها عليه. شوفوا هدول، هدول مرطب شفايف. هاد لليليان باربي، هاد لهيلي نوتيلا، هاد لسيدرا نوتيلا، هاد لهيبي كمان باربي. كتير حلوين. واو والله والله، والبلوزة تبع هيبي تبعت الباربي طلعت بتجنن ما شاء الله. وجزا هيبي كأني شوي كبيرة. بيلعز بيوك يخصى؟ لا لا عادي، لا لا منيحة عن جد. ريحة نوتيلا بتجي منها لشم. اوه ايه والله ريحة نوتيلا. سر سر مرطب شفايف كتير حلو للولاد. فرجيني هيبي، حطي لشوف هيبي. كأنه هاي زهرية، انا فكرته مثل تبعيت هيلين يعني، ما ببين. لا تحطيها من المدرسة. هدول كنزات لمين؟ واحدة لإلي واحدة لهيلين، وصينا عليهم من بعض. أنا وهيلين وصينا على 3 كنزات نفس الشيء. افتحي لشوف، افتحي هون. لسه في بضاعة تانية رح تجي بهاليومين، كمان كنا موصين عليهم من ترينديول. ايه هاي لليليانو. ليليانو البسي شيء برد. هاي أي واحدة قياسي أنا؟ هاي لإلي. هيلين افتحية وفرجيني اياها منيح. انا حسيت انه قماشتهم مو منيحه، ها كنت حاسه. هيلين رح تلبس البلوزه فوق. لك 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 ليش فوق هديك؟ هاتي هات فرجينا موديلها كيف، والله مبين عليها كثير كبيره سانكي تشوك بيوك. فرجينا شوي يعني. لا مو كثير كبيره عليكي. هاي هيلين سن اويل استدن، انت بتحبي اواعي هيك وسيعه اخر فتره، بس كثير حلوه. ايه هيك موديلهم، هو هن بيجوا ساعة. هون بنوقف الكاميرا هيلين، بكرة إذا يجوا الأغراض التانيين بنصور. هذا باي هلا. باي. لك البنات لسه ما كانوا شايلين الكركبة هديك ووصلوهم هدول. هيلين تعي تعي، شو هدول كمان؟ لسه ما شالوا كركبتهم. أنا فكرت إنه بكرة بيوصلوا، والله ما بعرف شو في بقلب هدول. لنشوف هدول شو؟ كنزة. كنزة هيبي. واو هاي كنزة هيبي اللي وصت عليها، بتجنن ما شاء الله. بكلم هيبي. وهاي لإلي. اكي بارتشا في تنتين، واحدة إلي واحدة لإلك. تمام تمام اكي تانا اكي بارتشا، مو مكتوب عليها قطعتين. ايه في كنزتين كمان، واحدة إلي واحدة لهيلين. شو هيبي؟ انا وهيلين وصينا على نفس الاواعي هالمره. بس وحده. ساده بيتانا. هاي لهيلين. شو حلوه هيلين والله. عبد الله ولد شو عم يعملوا هدوك؟ واو هيبي لبستها فوق هذيك الكنزه تجربه. هيلين هذا بسرعه. عبد الله ضربته لولد. ها يا عمري ولد لا تبكي ماما. ماما فرجيني هيلين حلو والله توكي زي ما شاء الله. يلا معناها ضل غرضين بس. باليوم اجوا باقي الاغراض اللي كنا موصين عليهم. هيلين افتحي. هيبي هيلين افتحوا لنشوف شو اجى اليوم. اول شيء رح يفتحوا الشغلات الصغيره. هيلي سنجا نوال. هيبي سنجا. تمام لنشوف اذا عن جد. واو عن جد اجوا هون الشغلات. هدول الاقلام تبع هيلين، وهدول شو هدول؟ كول يلا. هدول اجوا هدايا فوق الاطواق اللي كانوا موصين عليهم. ماي بيست فريندز. هدول لهيلين وسيدرا وهيفي.
كل وحده رح تلبس وحده برقبتها واحلاهم. وهدول اجوا هدايا عليهم، اجوهم ثلاث طوق. هي في كانه الجاكيت تبعك جواته لهذا الكيس. هيلي نفتحي انت هات، خلينا نخلص بسرعه الفيديو بسرعه. هذا موقع ترنديول، كلها تخفيضات بمناسبة الشتوية، تنزيلات. اوه هذا واحد لإلي واحد لهيلين، نفس الكنزات. هذا واحد لإلي واحد لهيلين. هيلين جستر اتش اتش فرجينا. واو شو حلوين، واو بس كبار كأنه، ما بعرف هيلين انت اخترتيهم افندم. يا جاكيت هيبي، قومي لبسيه. هات هات هيبي لبسي الجاكيت لنشوف على قياسك ولا لا ماما. هات بسرعة عادي. واو مبروك، البسي الشبكة ما شاء الله. هيبي مبارك حبيبة قلبي، ما شاء الله كتير حلو على ذوقها على طلبها. فرجينا هيلي شوف، وهاد الكنزة كمان تبعيتي انا. افتحي هاد كمان هيلين. هيلين تعدي هون. كتير حلو ما شاء الله يا هيبي. عادي افتحي هذا الكيس. اتش اتش وصيت على اواعي شتويه كثير لإلي، اواعي السنه الماضيه كلهم يعني كبيتهم او اعطيته للعالم صغراء، مو صغرانين عتقانين. افتحي لشوف هاد كمان، هاد اخر كيس. عم تغني هادي بسرعه. وهاد كمان لإلي، لا لإلي هاد. عم تخانقوا عليه. هيبي لبست كنستي. هيلي لبسي هاي الكنزه تبعك لنشوف كيفها. هيلين قومي فرجينا. هلا هن بيجوا ساعة. هاي شو اسمها هاي الكنزة هيلين؟ هيلين تعي فرجينا شو لابسة. هيفي تعالوا. هاي الكنزة تبعت باربي تبعت هيفي، كتير كبيرة بس حطتها تحت البيجامة. هيلين قال. وهاد كمان طقم بيجامة لهيلين كتير عجبني والله. وليليان اساسا شو اسمه من هداك اليوم اشتريت لها اياه. هيلين هيفي البسوا كنزاتكم التانيين. هادي ليليان هيبي. هاي هيبي كمان بلوزتها. ليليان جيل جيل تعالي. هاي ليليان اواعي باربي. طبعا ليليان كنت مشتريت لها طقمين، هدول اللي اشتريتهم باول الفيديو، بس كانت لابستهم وموسختهم وبالغساله حتى. هيلين جيل واو كتير حلو هيلين. هادي هيلين مش قصنقي، لبسي غيرهم كمان. ليليان هيبي تعالي تعالي هيبي تعي تعي. وهي ليليان كمان هذا الفستان لإلها شتوي على فكرة، رح لبسها تحته شو اسمه جراب. هيبي قال ما شاء الله هيبي، يسلم لي الأحمر. باربي قال هاي باربي. هاي هيلين كتير حلوة البلوزة والله. هذا إذا في عندكم غيرهم غيروهم. هادين ليليان تعي ليليان، هي اجى عليها كبير. رجعي شوي. والله طقم حلو عليها بس شوي كبير. هيفي قال بكرم. واو هذا تبع هيفي. هيلين هيلين ديري هاي الكنزة تبعيتها، نفس الكنزة تبعي. ايه لابستها انا والله. هيفي تعالي، ولو انه البيجامه صار لفتره بس كمان جديده تمام. هيلين تعالي. واو البلوزه كتير كبيره، شوك بيوك ولا موديله هيك؟ ها عم تقول موديله هيك. ديري فرجينا ورا كيف. واو وليليان لبست الجاكيت تبعها ما شاء الله تبارك الرحمن، كتير حلو شوك جزل. هيلين البسي الجاكيت تبعك. هادي هيبي سندا، يلا هيلين قال. وهاد جاكيت هيلين كمان كتير حلو. واو ما شاء الله تبارك الرحمن. ضلت هيفي هيفي. هيفي قال يلا هيفي تعالي. ولاد كمان عم يعمل عرض ازياء. واو تبارك الرحمن كتير حلو شوك جزل ما شاء الله. هيفي الله يرزق الجميع قبل ما تشتروا اواعي للشتوية. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا هلا عم تشوفونا لا تنسوا تحطوا لنا لايك. هيلين ليش هيك قاعدة؟ ليليان اعملي لايك، صار ساعة عم اقول لها اعملي لايك. اشتركوا بالقناة ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس
لا يوصلكم كل شيء جديد. اشتركوا بقناة هيلين وهيبي وروحوا اشتركوا بقناة العيال سمراء. هلا باي.